السلام عليكم حبيباتي، احبائي الاعزاء، توحشكم بزاف. كنتمنى ان الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال، وكنتمنى لكم صيام مقبول وافطار شهي. المهم في هذا الفيديو غنشارك معكم واحد 3 ايام ديال رمضان، يعني غنشارك معكم 3 ديال الطبيلات، غادي نشاركهم معكم بسيطين، وبالخصوص دابا مع هذا الغلاء الاسعار. انايا كنصور لكم واحد القطاس، وليداتي كانوا كيلعبوا، وقلت نشارك معكم حتى وليداتي نهارهم كي كيدوزوه مساكن كيدوزوه معايا هكا في السطح بثلاثة بيهم كيلعبوا. حنا ولدي كان غضبان، كنحاول نهضر معاه ساعة ما باغيش، او عاد بدا يضحك، ما باغيش يضحك، عاد بدا يضحك بحكم انه كيبقى مسكين جالس، داكشي علاش كيقنط. ودرت جوج زلايف ديال الطحين، ودرت معاهم جوج زلايف د الماء. كناخدو غير طوغشون يكون نقي، وكتاخدوه هكا، وغنجيبكم معايا. تنجيو للمقلة وتندوزو غير في المقلة غير بالطوغشون. المهم انا غادي نكمل ونوريكم. كي كتشوفو هادي هي الورقة ديالنا، منين كتبدا تنشف من القناة تحيدوها ودهنوها بالزيت. هنا انا ديجا دايرة وريقتا هما، دهناهم هما، غادي نعمرهم. المهم نخليكم حتى نولي نرجع لكم. بالنسبه للحشوه انا درت هنا خضيره مع الكفته، وغندير لها شعريه فيرميسيل، ونولي نرجع معكم. ليمونات وحامضه غادي نحك لهم غير هاد القشره هادي، والبيض لا غادي نحيدو لهم، وغنقطعهم طريفات وندير لهم سكر نخليهم يرقدوا. هنا كنكمل كي كتشوفوا، كنكمل هادي الورق خلاص. هنا ديجا انا عجنة مخمر غادي نصاوبو معكم بالطريقه باش كنصايبو انايا. المهم نخليكم حتى نولي نرجع لكم. الملويات على أربعة، انتم راه كتبان لكم العجينه رطبه. هنا عندي الزبده ودرت فيها شويه ديال النشا، وهنا عندي شويه ديال الفينو مع خماره. غادي نطلقهم ونورقهم. هنا كي كتشوفوا القشره ديال الليمون والحامضه هي حيت بقات غير القشره البيضاء، غادي نقيها ونقطعهم طريفات. غنقيهم ونقطعهم طريفات هنايا، وندير لهم السكر. الشعريه ها هي كتدير الورقه، رانا قربت نس عليها، وغنبدا التمر. نخليكم ترولي رجع لكم. كتشوفوا طلقت العجينه، غنخوي عليها شويه الزبده، كنحاول نطلقها عليها كامله. هانتوما انا كنطلق وكنحاول في نفس الوقت نرقق، واخا تقبات من تما ماشي مشكل. غادي نجيبو هي شويه ديال الفينو ونرشوه كي كتشوفوا، كنحاول نطوي هاد البلاصه عند هاد البلاصه. كنرشها شويه، كندهنها، وكندير عليها الطرف الثاني كي كتشوفوا. هذا نديرو من التحت. دابا غادي نحاول نطلقها طويله ونرجع لكم. من بعد ما طلقتها طويله نجيب لي شويه الزبده وندهنها، ندير لها غير شويه الفينو، وغنجي نطوي بلا ما نزيه، غنطويه بشويه بلا ما. المهم غنكمل ونولي نرجع لكم. رديناها طيب، درنا شويه البيض كيتسلق، وهي والمليويات رديتهم يطيبوا. غادي نبدا نعمر البسطيله، غنحاول نشوف التريبي باش نعمر معكم البسطيله. غنبدا نعمر البسطيله، نديرو شويه ديال التميره. هنا راه كثرت، انا غندير غير شويه. غادي نجيب شويه ديال الفرماج ونرجع معكم. درت شويه ديال الفرماج، غندير شويه الزيت الزيتون حيت ما درتوش، وغادي نحاول نجمعها هكا. غنحاول نجمعها بالماء والطحين، هانتوما ها كي كتجي. غادي نكمل انا البسطيلات كاملين، نديرهم في اللاطا ونرجع لكم. مقرقشات نمشيو نصليو العصر حبيبه ديالي. يا نهار تاع دغيا دغيا. هاك بيداد ماما، هلا عمر دماغ. انا نمشي نصلي، شنو ندير؟ شنو بغيتي يا امي؟ ندير
عندي الله القرش الذهبي الثمن تاعي. معليش مامي دابا نعطيك حاجه اخرى. دابا معليش انت وخوك بحال بحال او لا لا ها نوارتي غادي نصاوب معكم وحده اخرى باش نولي نوريكم الطريقه. هنا كنحاول نحيد دوك الطراف اللي كيكونوا شويه قاصحين، ماشي قاصحين، ممكن يكونوا مقرمشين شويه، كنحاول نحيدهم باش كتجي الورقه مقاده. انا هنا فاش كنسجل لكم وكتسمعوا الصوت ديالي هكا ديما كنسجل لكم في الليل حتى كينعسوا ولادي. الا لاحظتوا في الفيديو ولادي فاش كيكون نو حدايا كيهضروا بزاف معايا كانوا خصني نجاوبهم، يعني ما يمكنليش نسجل لكم الاوديو وهما حدايا. داكشي علاش المهم انا كنستمر هكا في التمر ديال البسطيله. انتما غادي تشوفوهم كنطويوها، كنحاولوا نطويوها. هنا راه زربت الفيديو باش نوريكم الطريقه، وغادي نديرهم في لاطا، ندهنهم بزويته وشويه ديال الشاونيه وندخلهم في الفران. هنا بالنسبه للعشاء ديالنا درت شويه طيب في الطنجيه مع خضيره، تجي جوج خضيره حتى تعجبني الطنجيه، كتجي مريقه ديالها مقليه وبطبيعه الحال الحاجه اللي ما كتخلاش منها المائده ديال السحور هي فلون. كنصاوب زيت شويه، كنصايب وحده زايده باش كتفطر بها بنتي اولا ولدي الصباح، كنصاوبهم زايدين شويه. هنا الطبيله ديالي ديال الفطور كنشاركها معكم. خلاص هذوك لي طاختولات اللي درت معكم في الفيديو اللي قبل، وهذاك المخمل البسطيله. بطبيعه الحال الحاجه اللي كتبقى لي الفطور اللي قبل كنسخنها وزيد عليها حويجه، اما الا كنبقى ليا بزايد ما كنحتاجش انني نولي نعاود. هذاك العصير اللي وريتكم دوك جوج ليمونات وحمضه عطاونا داك العصير اللي شفتو، هذه هي الطبيله ديال النهار الاول. بالنسبه للنهار الثاني كانت سالا ليا المخمر اللي كنت صايبت حيت كلاوه الولاد في الفطور وفطروا به لغد ليه الصباح، كلاوه معنا في الفطور ديال المغرب وفطروا به لغد ليه الصباح، هذيك تحمرات شي شويه. المهم وليت عاود صايبتو لغد ليه. هنا غادي نوريكم درت واحد جوج خيزوات يتسلقوا، وخلص بطبيعه الحال الاساس ديال العصائر اللي كندير كاملين هو الحامضه وجوج ليمونات. بطبيعه الحال كيعطيونا راه صراحه الله تعطيو كميه وفيره ديال العصير. بحال دابا هنا غادي يعطيوني ثلاثه ديال الاشكال ديال العصير، شكل غادي نديرو بالباربه وشكل الباربه غنديرها تسلق من بعد ما غنحيد بطبع الخيزو. هنا كي كتشوفوا نشرت الحوايج وريقلتهم وغنكمل الطياب ديال المخمر. غادي نكمل الطياب ديال المخمر ديالي. بطبيعه الحال كان الجو هذا النهار كان الجو صراحه الله زوين، كاين شويه د الريح واخا الحراره ما كاين شويه د الريح، الجو زوين. كوم الصباح دابا غادي نصور معكم العشيه. الصباح خرج راجلي مع اليوم لحد خرج الوليدات، انا قضيت الشغل اللي غادي نقضي، صبنت نشرت الحوايج، المهم درت بزاف د الامور في الصباح. دابا غادي نوجد معكم العشاء. صراحه الله كلشي غالي و زعما المسكين راه ما عندوش فين يعيش، راه الله يرحمنا وصافي برحمته. المهم هنا عندي بصيله مطيشه، عندي هنايا جوج جنيوحات مع الكبيده وهذا وقلب، عندي هنايا شويه د اللوبيا وجلبانه والفول هادو كانوا عندي. غادي ندير بطاطا وغندير المهم انا غنوريكم شنو غادي ندير بطاطا. انا مشيت جبتها وجيت غندير بطاطا وغندير لفته وحده وغادي ندير هاد الخضيره، غادي نحاول نصوب بها واحد اللاطه. المهم الخضره راها غاليه، بطاطا وصلت ل 10 دراهم، بصله خضاريه وصلت 240 درهم للكيلو، 240 ريال ما تديوش عليه 240 درهم راه بزاف، 240 ريال للكيلو. مطيشه طالعه، كلشي غالي، كلشي 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 كلشي، يعني راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يرحمنا برحمته وصافي. اول حاجه غادي نديرها غادي ندير العطريه لهاد الدجاج باش نشرملو، غادي ندير له ملحه بزار سكينجبير والكمون وغادي نشرملو مزيان ونخليه. هنايا خلاص الخضيره حتى هي كنشرملها، غادي نقطع البصله ديالي غادي نشلضها هي ومطيشه ورجع معكم. شرملت الدجاج ها هو، غادي نبدا نستفو. خلاص ها نتوما كتشوفوا قطعت بصله ومطيشه هما قطعتهم، هانست في هاد
جنيوحات بجوج، هذا وهذا غنستفهم. غادي ندير هذاك طريف ديال الكبده، هانتوما غندير الكبيده هنا. انا كندير كلشي كيطيب في مره واحده وخلاص. هانتوما القلب كنحاول نستفهم مزيان ونخلي البصله ومطيشه تحت منهم، حيت ضروري باش تيهزو عليهم شويه لان غندخلهم يطيبوا في الفران. غادي نشرمل عاود الخضيره ديالي ونولي نرجع عاود نستفها معكم. من بعد ما شرمت الخضيره نستفتها، دابا غادي نحاول ندير شويه ديال الجلبانه والفول. هانتوما كي كتشوفوا غادي نمرقوها ونخليوها خلاص حتى نطفي حتى نحيد البسطيله لان دايرها تطيب. غادي نحيدها بعدا وعاد ندخل هاد لاطا طيب على المهل طيب على خاطر خاطرها. المهم غادي نشارك معكم الامور الاخرى اللي غادي ندير وانتم معايا. انا من بعد ما طابت البسطيله ديالنا انتم كتشوفوا درت التمر ودرت التمر اللي كنت عمرت معكم في داك الفيديو، وداك الشكل ديال التمر اللي كنت درت له اللوز. هذا خلاص بطبيعة الحال ما كان نقدش نفطر بلا اتاي، ضروري عندي في الطبله. المهم هذه هي الطبيله ديال النهار الثاني اللي صورت معكم، ماشي النهار الثاني رمضان ولكن النهار الثاني اللي صورت معكم، حيت صورت معكم كي قلت لكم 3 ايام يعني 3 ديال الطبيلات وجمعتهم لكم في فيديو واحد. المهم هنايا كي كتشوفوا البسطيله مخمرات عصير الحريره واتاي شبكيه والتمر وزميتها، يعني الامور اللي اساسيه في اي طبله مغربيه. اللهم ادنا نعمة وحفظة من الزوال والله يرزق الجميع. بطبيعة الحال هذا الطبيلة اللي شاركت معكم كتبقى طبيلة بسيطة بحكم ان كنعاني ومؤخرا شعب كامل كيعاني من غلاء الاسعار، يعني ماشي غير في المغرب راه في اغلبية الدول كاين هذا ارتفاع الاسعار. الله يرحمنا برحمته. وكي كتشوفوا في الفيديو هنايا من بعد ما طابت ديك المقيله اللي وريتكم اللي دخلت الفران، هنايا هي من بعد ما طابت. بطبيعه الحال كنسبق دائما ولادي كيتعشاو قبل منا بحكم انهم كاين عندهم قرايه الصباح وما دايرين لهمش توقيت مستمر، يعني كيقراو الصباح وتيقراو عشيه، يعني كيخص ضروري نغديهم نعشيهم زعما كيناو يمشيو. هنا كي كتشوفوا فلون درت لهم ليه الكراميل وزوقت لهم بالبنان، غادي نعطيه لهم باش يتعشاو هما وينعسوا. وخلاص غادي نشارك معكم اليوم الثالث، راه غادي نوريكم الطبلة عاود اليوم الثالث شنو درت فيها. هنا غادي نشارك معكم الوصفات اللي درت في الطبلة الثالثة اللي درت. هنايا بالنسبة للجن تاع عجينة ديال البرجر درت الدقيق البيض. بالنسبة للدقيق البيض كتبقى الكمية اللي بغيتو نتوما، يعني على حسب العدد ديال البرجر اللي بغيتو ديرو. هنا درت انا 3 ديال الزليفات وغادي ندير معلقه ديال السكر، درت شويه ديال الملحه، درت الخميره، غادي نعجنهم باللبن وغادي نضيف ليهم بطبيعه الحال غادي من بعد ما غادي يختمر. غادي نشارك معكم المراحل، يعني غنمشي معكم مرحله بمرحله باش ما نحرق لكمش المراحل. انا السكر كنديروه مع الخميره وكنحاول نديرو الملحه في القنيت باش ما كتثقلش المفعول ديال الخميره. غادي نحاول نعجنها، ماشي ضروري نعجن الخبز، ماشي ضروري نديرو لها لما دافي او لا، يعني غنعجنو في الزن يعني وما تكملوش العجينه ديالو كامله باش ما يجيش ما يغلبش اللبن على الطيبه ديال العجينه. غادي تزيدو الطريق الحل الا ما تفاتوش، غادي تزيدو شويه ديال الماء غير من الروبيني. هنا كنديرو واحد المقطع ديال الزيت، غادي نخلط كلشي وغنشوف الا ما كفانيش اللبن اللي درت غادي نزيد له شويه ديال الماء. هنا من بعد ما جمعتو ودرتو اختمر الخمره الاولى بطبيعه الحال، درتو خليتو اختمر الخمره الاولى. من بعد ما اختمر الخمره الاولى هنا من بعد ما كتبتهم غادي نجيب اللاطه ديالي ونكرصو غير شويه كنكركبوها بعينيكم مزيان، كتخدمو مزيان حتى باش يجيوكم عبر واحد.
ونوليو هنا انا كبستهم غادي نخدم في الخلاطه ونرجع معكم هنا بعد ما نخدمهم غنخليهم بعدا يخمروا وديك الساعه نولي نديرهم ندير لهم بالنسبه لكم خصهم ختيبان بالنسبه للزين كيبقى اختياري يعني لو بغيتو لان ولا دير حتى شي حاجه غادي تهنيهم تصغروا الا تخليهم يطيبوا المهم انا غادي نديك لهم في الخلاطه ونرجع معكم تقدروا تخدموا بانكم ميزانكم بالنسبه الى خدمتوا بالميزان غادي يكون احسن غيجيوكم كلهم عبر واحد وغيسهلوا عليكم الماموريه انا حطيتهم في اللاطه قرصتهم التقريصه الاولى غادي نغطيهم باش يخمروا هنا كنوريكم لاباط ديال لازانيا وهنايا درت خلاص حدايا الطاجين تيطيب ما غاديش نديرو الخضره حتى نقرب نسالي الحريره ديالي هنا راه طابت وغادي ندورها وبالنسبه للوصفه غادي نكمل معكم الوصفات الوصفه ديال لازانيا وكلشي غنكملو معكم في الفيديو بالنسبه لاباط لازانيا ها هي غادي ندير الماء يطيب وغادي نديرها هنايا عندنا هانتوما كي كتشوفوا الكفته ها هي من التحت ها هي راه كاينه ها هي راه تحت الكريئه باش ما نرونش ها الكفته ها البصله كريئه حكيتها باش ندير لهم باش ندير لهم خضيره زعما كاينه يعني تكون غنيه حتى بالخضره غادي ندير مطيشه وغادي نديرها طيب غنصوب لاصوص بيشاميل خلاص لاصوص بيشاميل كلشي كيعرفي صايبها كديري جوج معالق الزبده كديري جوج معالق الطحين وكديري الحليب كتخدميهم بعدا كينو عاد كتبداي تضيفي الحليب شويه بشويه باش ما كيتكللش كترديها كطيب شويه وبها كتبداي تعمري المهم انا غادي نرجع معكم باش نصاوبوها بالنسبه لهنا ها هي درنا قطعت مطيشه ودرت صوص كونسونطري ديال المطيشه درت الملحه درت البزار درت سكينجبير ودرت شويه ديال لاطريه ديال الكفته غادي نطيبها وغادي نرجع معكم باش باش نوريكم المونتاج ديال لازانيا بشاميل من بعد ما طيبتها درت لها شويه ديال الفرماج ها هو الا كيبان لكم درت لها واحد 100 غرام ديال الشيده راه هو اللي عطاها هذا اللون هذا غادي نخليها شويه نمشي لبنتي ونجي نمونطي معكم هاد اللازانيا حيت راها محمقاني هنايا خلاص البرغرات دهنتهم انا دهنتهم غير بشويه ديال الزبيده مع شويه ديال هادي التحميره تقدروا ديروا اللي بغيتوا انا بغيتي باش تعطيها اللون غادي ندير شويه ديال الزنجلان لوحدين ووحدين غنخليهم بلا زنجلان حيت البنيه عندي ما كتبغيش الزنجلان هي وولدي والاخرين غادي نخليهم راهما الا كيبانوا لكم الخمسه الاخرين غنخليهم بلا زنجلان غندخلهم يطيبوا ونرجع معكم تشوفوهم كيخرجوا هنا كي كتشوفوا الخبيزات من بعد ما طابوا راه محمرين ما كيبانوش في الكاميرا راه هنا في واحد اللحظه راه بانوا راه كلهم محمرين جاوا زوينين جربوهم انا بحكم انني دابا كنسجل لكم بعد ما جربتهم يعني وتقناهم وعجبونا بالنسبه لهاد البرجر تقدروا تعمروه باش ما بغيتوا انا غنشارك معكم باش عمرتو بطبيعه الحال غادي نبداو دابا المونتاج ديال لازانيا اول حاجه غندير واحد جوج معالق ديال لاصوص غنحاول نطلقها فرماج ما دابليش بزاف راه بقاو دوك الطريفات مي معليش تبر راسهم غنحاول نطلقها على قد اللاطه غادي نبدا نستف اللازانيا ديالي كتشوفوها هي من بعد ما غنستف الطبقه الاولى ونرجع معكم غادي نجيبو لاصوص ديالنا غنحاولو نايطاليوها على قد هكا غنايطاليها غنستمر وندير فوق منها المهم غنديري شويه ندير فوق منها ما بغيتش تطال عليا هاي ها هي غادي نحاول نطاليها على القناه وعلى كل شيء غنولي ندير عاود مع القنتال لاصوص بيشاميل وغندير شويه ديال الفرماج نحكو غندير موتزاريلا وشويه ديال الفرماج الاحمر لانه كيعطي طيبه زوينه
وغنستمر هكا حتى نسالي اللازانيا ونساليها ونرجع معكم. اللازانيا ديالنا من بعد ما وجدتها هي غادي ندخلها الفران، وهذا هو البرجر ديالنا. ها نتوما رطب، ها نتوما اح هو محمر من هنا، ها نتوما غادي نحاول نعمرو. خلاص راه معروفه، غندير له كفيته، غندير له كيتشوب، وندير له كفيته، وندير له الخس، وندير له فرماج ديال الشرائح. من بعد ما غادي نوجد كل شيء غادي نولي نرجع عاود معكم. هادو هما البرجر من بعد ما وجدتهم، غادي نحولهم لطبسيل اخر. بنتي كتغوت فيها الجوع بغات تاكل. المهم انا غادي نولي نحولهم لطبسيل اخر ونرجع عندكم. انا من بعد ما حولتهم للطبسيل الثاني، انتم كتلاحظوا بانه صافي، يعني وجدتهم وحطيتهم في البلان، كيبقى غير انني نبريزونطيهم في الطبله. وكانت هذه هي الطبيله الاخيره اللي شاركت معكم. بطبيعه الحال هادو هما لي برجر تما كاين مخمر. خلاص كي قلت لكم انا فاش كتبقى الحاجه كنسخنها على غتلي، يعني كما كاع العائلات المغربيه يعني الامور ما كدهش. اللازانيا من بعد ما طابت هي فوق الطبيله، تما شويه ديال الجبن، وخلاص اتاي كالعاده العصير الحريره. يعني الامور اللي كي كنقولوا طبيعيه في اي طبله مغربيه. غادي نوريكم اللازانيا من بعد ما غادي نقطعها هنا بطبيعه الحال. من بعد ما حطينا الطبيله ودنا المغرب قطعنا اللازانيا هنا، خلاص اللازانيا في الطبله. يعني من بعد ما قطعت بالنسبه لهاد الشلاضه حتى خلطتها عاد بديت كان عاد فكرت انني نشاركها معكم. درت فيها الخس مقطع والخيار مقطع، درت فيها اللانشون وزيتون كحل كيتباع هكاك خلاص تا هو مقطع، ودرت المايس، حكيت فخوماج حمر. كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا اي حاجه. المهم كنشكركم على المتابعه، ما تنسونيش باللايكات وبالدعم ديالكم وبالبارطاج ولي كومونتير. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.